شاء الله البن اهي كيلو، غسلته وهسيبه شويه كده ما ينشف. معلقه سمنه، لو عندك حته دهن تحطيها في قلب السمنه عشان تدي طعم. دلوقتي السمنه بقت لونها هتبدا ايه، تبقى ذهب اهو، عشان بعد كده نسقط اللحم جواها. دلوقتي هنسقط اللحمه. اللحمه عندي اسمها كيلو ربع كيلو، تحطيه في قلب الخضار بالظبط يدي طعم. وبعدين تحطيها كده مع البصل وحته الدهن عشان تبدأ اللحمة. بعد كده هنحط مية بالعقد عشان ايه تستوى اللحمة فيه. وهنا قلينا بصلاية وحطينا اللحمة وحطينا يعني بتاع كوبايتين تلاتة مية ونسيبها تستوى قبل ما نحط البرد. دلوقتي هنقرب الزاوية كده، نشيل من العرض اللي فوق دي اهو. البامية زي ما انت شايفاها كده، هي طازة كده عشان لسه بقى طلع بقى كتير، فايه بتبقى حلوة يعني أكلها. استطعم بيها قبل ما ايه تقعد كتير بقى في السوق، خلاص مبقاش لها طعم زي ما بتبقى ايه غالية كده، بيبقى طعمها حلو. شطبنا خلاص على البامية اهو، هنحط البامية بقى ايه مع اللحمة مع حبة ايه المية اللي موجودة عشان تشرب البامية منها. وهنحطها بقى ايه مع حبة المية دي عشان تشرب بقى ايه حبة الشوربة دول، يدي طعم للبامية قبل ما نحط الطماطم. هحط لهم قرن فلفل احمر كده عشان يدي حرارة كده في الأكل. دي التكات بقى ايه بتاعت هدى في البامية. ممكن تجيبي الطماطم بتاعت البامية حمرا عشان تخليلي التسبيكة بتاعتها حلوة كده، طماطم حمرا جميل تخلي شكل البامية حلو. يعني حط على الكيلو بامية حط لهم كيلو الا ربع كده طماطم احمر عشان تخليلك ايه الدمعة بتاعتها حلوة. خلاص خلصنا الطماطم، نضربها بقى. خلاص كده يعني البامية شربت من الشوربة بتاعت، هنحط الطماطم. ما تبقيش تحطي الملح الا وانت بتحطي بقى البامية مع الطماطم، اما اللحمة وهي بتساويها في البصلة ما تحطيش ملح. معلقة ملح كده وتسيبيها بقى تاخد تلات أربع غلوات خلاص على كده. بقى احنا هنسيبها ايه تاخد بتاع ربع ساعة كده عشان تبقى الطماطم اتسبكت معاها تبقى جميلة. خلاص كده استوت اهي، هنطف عليها تاكلوها بالهنا والشفا. بس أهم حاجة تدعموني ادعموني ادعموني.